هل صحيح أنه يكره خلط التمر بالماء والتين إلى غيره مما يسمى عندنا بالخشاف؟ سمعت شيخا يذكرها. ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أنه صلوات الله وسلامه عليه نهى عن الخليطين، بل عليه بعضهم منع خلط الزبيب بالتمر والتين بالزبيب عموما، نهى عن الخليطين، أن تنتبذ التمر مع الزبيب في ماء كذا ورد، لكن الحديث بهذا اللفظ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث بلفظ نهى عن الخليطين لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت أن النبي نهى عن خلط بعض أنواع التمر ببعضها، ثبت ذلك. وبعد أن ثبت ذلك ماذا قال فريق من أهل العلم؟ إن ذلك منسوخ، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن الانتباذ في الدباء والمزفت والحنتم والمقير والنقير، يعني هذه قدور. الدباء القرع العسلي الكبير كانوا يفتحونه ويضعون فيه التمر مع الماء، أو يضعون فيه الزبيب مع الماء، فكان لحرارته من الداخل يسرع بما فيه إلى التخمر. وكذلك النقير جذع النخلة المنقور كانوا ينبذون فيه التمر مع الماء فيسرع بمحتواه إلى أن يكون خمرا دون أن تشعر، فقد تشربه وأنت لا تشعر أنه أصبح خمرا فيكون خمرا فتسكر. فنهى النبي في أول الأمر عن الانتباذ في هذه القدور، ثم بعد ذلك قال كنت نهيتكم عن الانتباذ في القدور فانتبذوا كيف شئتم ولا تشربوا مسكرا. فمن العلماء من أخذ هذا وسحبه أيضا على الخليط، على خليط قسمين من أقسام التمر اللذين أتى بهما الحديث، فقال ذلك منسوخ بأن النبي عليه السلام قال في القدور كلوا عفوا انتبذوا حيث شئتم ولا تشربوا مسكرا. فقوله ولا تشربوا مسكرا هو الحكم، والله أعلم. إلا أن من الشافعية من يتمسك بالمنع، لكن أختار رأي العلماء القائلين بأن النهي إنما كان القصد منه النهي سدا لذريعة الإسكار، أما إذا لم يسكر فلا شيء، والله أعلم.